اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ضيفي في هذه الفقره الاستاذ المحامي، بناء على طلبه، الاستاذ المحامي طارق جميل سعيد. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا فندم، شرفنا منورنا في قناه النادي. شرف ليا طبعا يا فندم. بالاول قبل ما نتكلم عن الاسئله اللي عايزين نتكلم فيها انا وحضرتك، وتعرف الجمهور استاذ طارق جميل سعيد، انت قلت لي ليه الاول ان انا اسمي المحامي طارق جميل سعيد؟ عشان هو المحامي لقب شرف. التلقب باي شيء اخر ده يبقى شخص ما بيحترمش المهنه، مش بيجل المهنه. واعتقد دايما ان الالقاب ليست سوى للحمقى، اما العظماء فيكفيهم اسمائهم يا كابتن الاسلام. تمام، خلينا نعرف يعني ايه محامي. بس قبل ما اعرف يعني ايه محامي، حضرتك في الفقره وانا داخل لحضرتك كنت شايف ان بتعرضوا موضوع مايوكا فعلا، والقضيه دي انا كنت متوليها. وانا بنفسي اللي مقدم للمحكمه شهاده اقرار من نير كارن بيقول انا نير كارن، انا اسرائيلي الجنسيه، وانا وكيل اعمال مايوكا، والفلوس اتحولت ليا في تل ابيب. تمام، والشهاده قدمت الى المحكمه، شهاده رسميه رسميه، والمحكمه اصدرت حكمها ببراءه الموكلين بتوعي. دي في الشق الاولاني. الشق الثاني بقى يعني ايه محامي بالظبط؟ محامي يعني يبقى مؤدب، محامي يعني ما يبقاش سباب، ما يبقاش لعان، ما ياخدش في الاعراض، يحفظ السر. المحامي سر، مش يبتز، مش انه يهدد. ودايما المحامي بيبقى شخص صاحب صوت هادي وهادئ، عشان بيبقى عارف منتهى النتائج اللي هو رايحها في ايه. اما الشخص اللي بيطلع يقعد يزعق ويجعجع ويعمل الاصوات والكلام ده، ده ما بيأتيش بنتائج في النهايه. فالمحامي، حضرتك انا بتكلم بشكل عام طبعا عن المحامي. نعم. يعني ايه محامي؟ محامي يعني تبقى راجل شريف في الخصومه، راجل بتحترم زملائك، راجل بتحترم القضيه اللي بتتناولها، راجل لما بيسيبك موكلك ما تطلعش تفضحه او ما تطلعش تقول سره. ده المحامي الحقيقي. وده المحامي اللي احنا كلنا بنمثله وكلنا بنحترم المهنه بناء على ده. انت من جيل المحاماه الشباب اعتقد. مظبوط. اساتذه كبار الحقيقه كانوا في هذا، منهم والدك طبعا استاذنا والمستشار جميل سعيد، لكن بنشوف ان احنا دلوقتي الشباب بينظروا لايه؟ لانه ده اتجاه الدوله، الدوله كلها بتنظر للشباب في كل المهن الحقيقه طبعا، ومنها هذه المهنه. الشباب في المهنه دي شباب تفرح، عندها امل حلو جدا تجاه المهنه بتاعتهم. وبيحترموها وبيجلوها، ولما بيجدوا شخص بيخرج عن الإطار والمنظومة الصحيحة للمحاماة بيتصدوله وبيقفوا أمامه، وفي حالة مخالفته لأي شيء هيتم التصدي لأي شخص هيخرج عن الإطار الصحيح للمفهوم الخاص بالمحاماة، أو إن الشخص يخرج عن الأداب العامة اللي من المفترض تتوفر فيه. أيوه. ده شخص هيعاقب من شباب المحامين وهيحاسب من شباب المحامين. طيب خليني اسال حضرتك برضو، لانه ده سؤال مهم جدا. والنادي الاهلي النهارده باعت 3 خطابات، هتكلم فيهم اكتر بعد كده، ولكن يعني ايه حصانه؟ حصانه برلمانيه. الحصانه قانونا طبعا، قانونا الحصانه هي سياج بيفرض على عضو مجلس النواب لحمايته اثناء مباشرته لوظيفته كعضو مجلس نواب، عشان الحكومه والوزراء، لو ده السياج اللي هو بيديله الامان. ايوه. ولكن في فرق كبير جدا ما بين كلمه حصانه ومناعه. بمعنى الحصانه ان هي بترتبط بعضو مجلس النواب وعند مخالفته للقانون ترفع عنه. المناعه دي احنا شايفينها دلوقتي الحقيقه، وهي ان يكون هناك شخص ثبت في حقه اتهامات محدده وترفض رفع الحصانه، دي تسمى مناعه. ليه مناعه؟ لانك بتمنع ان يحاسب هذا الشخص. وفي فرق ما بين الحصانه والمناعه؟ طبعا. الحصانه هنا حضرتك من المفترض لما اجي انا مثلا بتقدم ببلاغ لمعالي النائب العام واقول له والله يا فندم هذا الشخص فلان الفلاني سين صاد عين تجاوز في كذا او اخطا في كذا او ارتكب الجرائم كذا وكذا، بتباشر النيابه الموقره البلاغ بتاعي. نعم. وتفحص البلاغ وتتحقق من الاتهام الموجه بالأوراق وتتحقق من صحة الأدلة والدلائل
الموجهة في الاتهام. وبعد ما أن تنتهي من هذا وهي أهل الخبرة وهي سلطة الاتهام وهي محامية الشعب، بتخاطب السادة مجلس النواب بتقول لهم من فضلكم بما معناه عشان اللغة ما تبقاش تقيلة على المتلقي، بما معناه أن هذا الشخص المطلوب رفع الحصانة عنه ارتكب الجرائم كذا وكذا وكذا، وبيجي معالي النائب العام الموقر في النهاية يقول وقد ثبت الاتهام في حقه. لما بيقول معالي النائب وقد ثبت الاتهام في حقه بناء على أنه أهل الخبرة الذي تحقق من أن الاتهام نفذ في مواجهة الشخص اللي حضرتك بتتهمه، فاللجنة التشريعية الموقرة بيعرض عليها الطلب ده. هي لا بتشوف محضر ولا بتشوف الأدلة ولا بتشوف الاتهامات، وبعدين يصدر قرار ويقولوا رفض الطلب رفع الحصانة لكيدية الاتهام. وصف الكيدية هنا أنا أربى إن هو يصف بيه الاتهامات، ولكن في حقيقة الأمر هو كده بيقول إن طلب معالي النائب العام كيدي، وده ما ينفعش يتعمل. ليه؟ لأن أهل الخبرة ثبت ليه إن هو مرتكب لجريمة. لما حضرتك بقى تقول هنا كيدية اتهام وتحول دون إن هذا الشخص يمثل أمام النيابة الموقرة حتى لتبرئة ساحته، يبقى هنا دي اسمها مناعة. أيوة. ليه بقى مناعة؟ لأن نفس البني آدم الطبيعي لما بيرتكب هذه الجرائم بيحاكم وبيصدر ضده حكما، وهذا ليه الحكم ده؟ أو يتم تبرئته. أو يتم تبرئته. وليه؟ لأن الجميع سواسية أمام القانون. لما تيجي حضرتك تحدث تفرقة، وانت هنا لما بتروح، وهدي لحضرتك مثلا، اتفضل يا فندم، لما بتروح تقدم بلاغ ضد شخص مرتكب جريمة سب وقتل، نعم، ويبقى مؤيد بالصوت والصورة، ويبقى الدنيا كلها عارفة ان هذا الشخص ارتكب لهذه الجريمة، ايوه، تيجي حضرتك بعد كده لما تتقدم بالطلب يقول كيدية اتهام، انهي كيدية لانهي اتهام؟ وعلى اساس ده هنا تتحقق المناعة. انت كده بتمنع ان ينال هذا الشخص العقاب إذا كان مرتكب لجريمة، أو ينال البراءة إذا كان هذا الشخص لم يرتكب لجريمة، ودي اسمها المناعة. ودي بتحدث لدى الإنسان أو المجني عليه نوع من أنواع الغضب والشعور بأن القانون لا يطبق على الكفة. وأنا في وجهة نظري إن لما بتيجي تطلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء السادة البهوات زمايلنا وأساتذتنا أعضاء مجلس النواب، من المفترض ان عضو مجلس النواب احرص الناس على طلب رفع الحصانه عشان يبرئ ساحته، عشان يؤكد انه لم يرتكب للجريمه. زيها زي ان حضرتك ما ينفعش النهارده، انا في تصوري ان المشرع هو ممثل في عضو مجلس النواب ما يتعينش ابدا انه يرتكب جريمه، لانه اكثر الناس علما بالقانون واكثر الناس فهما للقانون. بالعكس، ده هو بيضع فلسفه عشان المجتمع يدخل في هذه في هذا الإطار الفلسفي القانوني التشريعي عشان يلتزم. فلازم تبقى عقوبة المشرع مغلظة لو ارتكب جريمة. وده منطق يعني الطبيعي الحقيقة. وعلى الأساس ده لما تجد رتل من القضايا ورتل من البلاغات، وناس سبت وناس انتهكت وناس انتهك عرضها وناس تم النيل منهم في الذمم المالية أو في بيوتهم أعراضهم، ويروح شرفهم ويروح الراجل يسلك المسلك الطبيعي، يتوجه الى معالي النائب العام ويقدم البلاغ، لما ما بياخدش حقه ده قهر، لانه من المفترض ان كلنا سواسية في هذه الدولة، لا في حد اكبر من حد ولا في حد اصغر من حد، القانون لا يتم التمييز فيه. مهمة جدا النقطة دي يا استاذ طارق، لانه لازم الناس كلها تعرف هذا الموضوع، أن كل الناس سواسية أمام القانون. ما يا فندم هو من المفترض أن القانون يطبق على الكفة، القانون لازم كل شخص قبل جريمة يعاقب. تمام. طيب، من آمن العقاب أساء الأدب. أساء الأدب، نعم. لما أنا أبقى عارف أن أنا مش هتعاقب، هطلع أشتمك النهاردة وهطلع أشتمك بكرة وهطلع أشتمك بعده. لكن لما يجد أن هناك تصدي وإعمال للقانون، أيوة، واحترام لمن
انتهك في اسمه أو في عرضه أو في شرفه وتقدير لاسم المواطنة. يعني إيه مواطن مصري؟ مواطن مصري، أنا راجل مواطن مصري بحترم الدستور وبحترم القانون وبحترم دولتي، لما أجي أرتكن إلى القانون عشان يجيبني حقي وأجد إن القانون بيحول أو الإجراء بيحول من إن أنا أتوجه إلى الشخص ده وأطالب بحقي، ده قهر. أيوة بجد ده قهر. طب يا فندم برضو سؤال عايز أسأله لحضرتك، هو القانون بيتم تأليفه ولا هو تشريع بيخرج؟ أنا مش فاهم. طب أنا هقولها لحضرتك عشان الناس تستريح. أيوة يا فندم. القانون بيتم تأليفه ده، يعني أنا نام أصحى الصبح أقول يعاقب بالحبس والعزل كل من لم يصافح طارق جميل سعيد. معلش يا فندم، معلش بعد اذن حضرتك، احنا عايزين نعرف الموضوع ونفهم الفكره بالحكم. عشان احنا مش قانونيين، مش فاهمين. يا فندم القانون ده فلسفه، القانون ده بيتعمل بيه مشروع قانون. ايوه. ومشروع القانون ده بيتعرض على مجلس النواب وبيخش بعد كده تنقيح ومضبطة وبعد كده صياغة وبعد كده تصويت عليه وبعد كده اعتراض على جملة وبتشيل جملة. ده قانون حضرتك هتلزم بيه شعب. مظبوط. لكن مش بصحى من النوم اقول انا ألفت بقى يعاقب بالحبس والعزل كل ده، ده تأليف قانون. لا، قانون يعني قواعد إجرائية وفلسفة تشريعية. الناس اللي بتجيب كتب قانون دي حضرتك، دي عبارة عن ايه؟ بيجمعوا مواد القانون وأحكام النقض، وينتهي أيام الجامعة يجي يقول لك إيه ورأي الدكتور أو هذا رأينا، ها؟ لكن هو لا يتدخل في المتن الخاص بالقانون أو في الأحكام اللي بتصدر عن محكمة النقض الموقرة، وبناء على ده مفيش حاجة اسمها مؤلف قانون يا فندم. لكن في حاجة اسمها مجمع للقانون أو التشريعات ولا؟ يا فندم اللي بيؤلف قانون لو جينا نحسبها صح، القانون بيؤلف من مجلس النواب مش بكتاب. الكتاب ده واحد بيروح رايح يجيب مادة قانون ومادة قانون وحكم نقض وينزله. لكن هو ما ألفوش، مفيش. لا أصل أنا بسأل ليه حضرتك، لأن أنا مثلا ببقى عارف إيه إن الأستاذ طارق مثلا ألف شعر مثلا، فبيبقى بيقول انا ألفت في القصيده دي البيت الاول، البيت ده والبيت ده الاول والبيت. فانا عايز كده، انا عايز مثلا يقول لي ايه انا بألف في القانون وده حضرتك ادرى مني بيه. لا انا عايز ألف قانون، فانا ممكن اقول انا ألفت الماده رقم 8 مثلا، انا ما اعرفش. ممكن يقول انا ساهمت في اصدار الماده دي او ساعدت في صياغه الماده دي او شاركت في ضبط اللغوي او الضبط القانوني عشان ما يبقاش فيها اعتراض مع الدستور او اعتراض مع احكام نقض. ايوه. لان دي بتبقى مجموعه كبيره، لكن مؤلف دي مش موجوده. مش موجوده طبعا. مش طيب موجودة. هل لكل انسان حق الرد؟ بص يا فندم، والاول نفهم يعني ايه حق الرد. حق الرد شوف قانونا برضه يا فندم، حضرتك العمليه مش متروكه كده لكل شخص يخرج عشوائيا ليحاسب الناس. قاعده حق الرد مكفول دي يعني انا لو حضرتك دلوقتي تناولنا شخص ما بمسمى ما ووصمناه بصفات او عبارات مشينه، القانون يعطيه حق الرد في ذات المكان وذات لو جريده أو قناة فضائية أو راديو، لازم من حقك ترد في نفس المكان وفي نفس المساحة. أيوة. وعشان كده احنا بنقول أي شخص بيخطئ في حد في وسيلة من وسائل الإعلام أو الصحافة من حق المجني عليه أنه يتقدم إلى الجهات الرسمية والممثل القانوني للمكان الذي خرج عنه أو منه الإساءة، ويلزم بأن حق الرد مكفول. وإذا لم ينصاع من حقه أن يتقدم ضده ببلاغ إلى معالي النائب العام. ويبقى هنا امتناع الشخص عن تمكينك من حق الرد، تقدر حضرتك تقيم ضده بلاغ بأن هو منع حضرتك طيب من حقوقك. فلان طلع في أي قناة وشتم ده وشتم ده وشتم ويسب زي ما بيحصل. طيب إزاي أخش في القناة دي؟ إزاي أعملها إزاي؟ اولا تعملها ازاي. حضرتك في قنوات مشروعه للموضوع ده. واحد، الهيئه الوطنيه للاعلام. تقدم طلب فيها وشكوى وتثبت في الشكوى جميع الاخطاء او المخالفات
أو الجرائم اللي ارتكبت فيها، ترسل إنذار إلى إدارة المكان سواء صحيفة أو قناة أو محطة إذاعية، إنذار بأنك بتاريخ كذا أوردت بكذا عبارات كذا وكذا، وألزمك بحق الرد. ده لازم يتعمل. وعلى الهيئة الوطنية إن هي الهيئة الوطنية، وهيئة الوطنية كمان بتنزل العقاب على القنوات في حالة المخالفات. وخلي بال حضرتك إن هناك قاعدة إن أي شخص بيخرج منه سباب أو ألفاظ بينزل عليه عقوبة، وعقوبة مالية. هل ده قانون يا فندم ولا احنا بنجتهد؟ طبعا قانون يا فندم. ولا احنا بنجتهد؟ أنا بتاع قانون. أنا لا أجتهد، ومش بتاع الهيصة وإن أنا أطلع أقول أنا الأسد وأنا المؤلف والكلام ده. خالص. القانون بيقول 1، 2، 3. حضرتك حقك ترد. طب إيه اللي معطل تطبيق القانون خلال الفترة السابقة؟ القانون مش متعطل. الحصانة مثلا؟ الحصانة معطلة. للأسف عايز أقول لحضرتك القانون في مصر قانون شريف جدا، وقانون من أعظم القوانين اللي في العالم. أيوه. ولكن هيفيدني بإيه كمواطن مصري لما ألجأ إلى القانون وأجد أنه اتمنع أنه يتنفذ أو تم إيقاف إعمال القانون بسبب إجرائي، مش بسبب أن حد بيحمي حد ولا حد بيشيل حد. الكلام ده مش موجود في مصر. مفيش حد في مصر كبير عن المساءلة القانونية، وأي شخص بيخطئ لازم يحاسب. عشان هنا مصداقية تطبيق القانون، الشفافية والديمقراطية والمساواة بين الناس. وده احنا بصراحة بنطلب بيه بقالنا أكتر من 5 سنين. من فضل حضرتك من أخطأ يحاسب. لأن أنا مصري وحضرتك مصري، مش احنا مثلا هنود واللي بيشتمنا مصري. لا، حضرتك لازم يعاقب ولازم يحاسب، لأن وصلت لمرحلة من مراحل الغضب الإنساني. أنا شاب لما أشوف الشكل ده لازم هيجي لي إحباط. أيوه. وبناء على ده أنا على يقين ثقة، شوف بقول لحضرتك إيه، إن هذا كل شخص أخطأ أو تجاوز أو خرج عن الإطار العام للسلوك هيحاسب. طبعا هيحاسب، هيحاسب. عشان حضرتك تبقى عارف طبعا، لان مصر بلد القانون وبلد المؤسسات. مصر بلد قانون، مصر دوله تحترم القانون، قيادتها بتحترم القانون، شعبها بيحترم القانون، كله بيحترم القانون ما عدا حد واحد الحقيقه، بس بعدين بقى. تمام. لكن خلينا برضو نروح للشخصيات العامه، تعريف الشخصيات العامه، واذا طلع حد سب الشخصيات العامه كيف يتصرف؟ والله بص يا فندم، الشخصيات العامة الأول لازم نقسمها عشان نعرف الأول إحنا بنهاجم مين. شخصية عامة وطنية ومصرية ومحترمة وملتزمة، ده لا يملك أحد إنه يغلط فيها، لأن هي بتتساوى معاه في الوطنية، بتتساوى معاه في الحقوق، وبتتساوى معاه في الواجبات. لو شخصية عامة متجاوزة، بتفسد، بتتجاوز، بتعمل ضد مصلحة الدولة، بتعمل ضد مصلحة كيان ما، ممكن تطلع تتجاوز معاه، لأن ساعتها هو بيبقى خرج عن الإطار المنظومة نفسها. أيوه. لكن شخصيات عامة محترمة ومهذبة ولا تتجاوز مع أحد وبتحترم الدولة، تطلع حضرتك تقعد تنتهك فيهم في منصة مفتوحة وهو مش عارف يرد عليك، وعنده أب وعنده أم وعنده بنات وعنده أخوات وخال وعم وجد. أيوه. الناس اللي بتشوف ده محدش سأل نفسه ايه الضرر النفسي اللي بيقع على البني ادمين ده؟ ازاي انا بقى قاعد بتفرج على منصه بتاعه بلدي؟ خلي بال حضرتك قبل ما تكمل في النقطه دي، لانه النهارده انا قلت في بدايه الحلقه حتى انا ابني بيقول لي هو انتوا بتسكتوا ليه؟ في النادي الاهلي، لان هناك بعض الامور التي تحدث خلال هذه الفتره واكيد حضرتك عارفها، فهو بيقول لي هو انتوا بتسكتوا ليه؟ عشان في مبادئ. قلت له احنا بنحترم نفسنا، يعني عمرنا ما بنحبش الغلط وما بنحبش ان احنا نرد على اي حد بيغلط، حتى امورنا لما بنيجي نوضحها بنوضحها بالشكل ولكن لانه انا خايف ان حد يتهور مثلا يحصل. لا لا، لكن دائما قيادة النادي الاهلي ما تلتزم بالقانون، مجلس اداره النادي الاهلي ما يلتزم بالقانون. الصعيد بيقول ايه ست جيرانها، بيوصي كده التجاوز يوصي ست جيرانها. فالست تقعد تسب جيرانها وتشتم هو الجار ده والجار ده، ست الجيران
ولا غلط. الرد هنا ان حضرتك عندك مبدا, حضرتك قاعده بتمشي عليها, حضرتك عندك نفس. ده بس حاجه مش في في, في قانون يا فندم, يعني القانون ما يمشيش فيه الكلام. انا اقول لحضرتك حاجه, المفروض الناس اللي بتشتم دي انا اوجه لها رساله, مش عايز تتشتم ما تشتمش, تشتم ما تشتمش. حضرتك القانون في مصر هيطبق, يعني هيطبق, واي شخص يظن انه اعلى من القانون يبقى واهم. لا طبعا احنا واثقين في ان القانون سيتم تطبيقه, وعشان كده دايما لكن بقى هنا بيتبع الاساليب القانونيه. هنا حضرتك بقى. انا بانذر بقى بحاجه, ايه هي؟ حضرتك برضو حط نفسك مكان الناس اللي بتتشتم. ما انت عمال تشتم هنا وتشتم هنا وتشتم هنا وانا ساكت وده ساكت, وبعدين تشتم تشتم تشتم, الناس تطلع تحاول ان هي تاخد حقها, ما تتوقف وما تعرفش تاخد حقها. الخطوه الثانيه لما انا اجد نفسي لما لجأت للطريق المشروع ما جابليش حقي, هتحول لايه؟ لايه يا فندم؟ لازم هتتحول لشخص خارج على القانون, وهترتكب جريمه انك هتروح تاخد حقك بايدك. كلام منطقي. انا لما ابقى قاعد في بيتي ويبقى مثلا جنبك زي ما حضرتك قلت لي, جنبك بنتك وجنبك امك وجنبك ابنك وجنبك, وانت عملت تشتم وبيتقال فيك ما قاله مالك في الخمر, ورحت عملت بلاغ وما خدتش حقي, هعمل له ايه؟ تعرف حضرتك ان بالمناسبه حضرتك بتتكلم كده, بعض البرامج الرياضيه في مصر اصبحت بلس 18 على طول, تيت تيت تيت, تسمع تيت دي طول الوقت. ما هو يا فندم برضو خليني اقول لحضرتك على حاجه, ما هو ما فيش برامج رياضيه بتخرج عن الهدف بتاعها التثقيف الكروي والحديث الرياضي, وتقول للناس الاخبار لترجب واحد تفتح له مساحه لمده ساعه ولا ساعتين يقعد يشتم امه لا اله الا الله بلا تمييز. يبقى حضرتك ما تقولش عليها برامج رياضيه, لانه يبقى لأنه دي اسمها البرامج اللي بتشتغل لحساب حد. دي اسمها البرامج اللي بتسيء لكيان ما. اشتغل بس بعيد عن الرياضه, لان يا فندم الرياضه اخلاق, عمرها ما دخلت في الكلام ده. الرياضه اخلاق, الرياضه اخلاق, الرياضه بتعلم اجيال, الرياضه بتربي اجيال, زي الكلام اللي احنا يعني طبعًا دايما بيقوله لنا في النادي الاهلي طبعًا. ولا عمرها راحت او يعني في حاجات قليله جدا, ولا عمرها راحت محاكم, ولا عمرها راحت اقسام, ولا عمرها راحت في حته خالص من الكلام ده, الا في وقت معين منذ ظهور شخص معين او اشخاص بعينها. وبالتالي احنا عايزين نرجع الرياضه مره اخرى لدورها. انا يعني اسال حضرتك سؤال, انت عمرك شفت راجل في مجال الرياضة لما يختلف مع شخص يقول له أمك وخالتك وعمتك وجدتك؟ ولا في أي مجال, ولا في أي مجال صح؟ طيب حضرتك النهاردة الرياضة بتعلم ابنك إزاي أو بنتك إزاي يبقى سلوكه طيب, مظبوط, إزاي يبقى خلقه حسن. لكن لما تجيب طفل وبيحب كيان ما رياضي ويفتح ويتفرج على واحد بيهتك في الناس دون حساب, ما انا قلت لحضرتك ايه اللي حصل. حضرتك عايز, لا انا قلت لحضرتك الطفل هيعمل ايه. انا قلت لحضرتك اللي عارف ايه اللي حصل, جه ابني قال لي هو انتوا ساكتين ليه؟ اهو هو فلان ده بيطلع هو بيشتم الكابتن خطيب ويشتم مجلس اداره النادي الاهلي ويشتم النادي الاهلي ويقول كلام مش مظبوط بالدليل وبالبرهان وبالاثباتات. بص يا فندم, انتوا ساكتين ليه؟ يعني انت ساكت ليه يا بابا؟ اولا الفاشل دايما دايما تلاقيه بيبحث عن مبررات, والفاشل دايما تلاقيه بيحاول يعلق أخطائه وفساده على المحيطين, لكن الناجح الواثق من نفسه واللي بيحترم الشيء اللي بيمثله أيوه ما بيعلقش, بيبحث عن سبب مشكلة وبيشتغل عليها. تمام. لكن مش يطلع يقول لك ايه ده النادي الفلاني فيه وفيه. لا مش عايزين نتنظر, ولكن انا بتكلم بشكل عام. انا بتكلم بشكل عام طبعا, ده النادي الفلاني فيه وفيه وفيه وفيه, انا ماليش دعوه النادي الفلاني فيه, انا احقق بطوله واشتغل على نفسي واعمل حاجتي واثبت نفسي من خلال المجال اللي انا بشتغل فيه واحقق نتيجه. لكن ان انت تروح تقول اصل ده نجح عشان كده, لا طب ما تنجح زيه, طب ما تشتغل في سكوت. ايوه فعلا. ما تشتغل في صمت. ايوه. لكن انت النهارده عندك خلاف, انت النهارده كابتن اسلام الشاطر عندك قضيه, جبت محامي, خصمك يشتم المحامي ليه؟ مش عارف, عشان غير سوي. خصمك يشتم المحامي لانه ما يعرفش قواعد واصول المهنه وشرفها. حضرتك انا من مكاني ده بقول لحضرتك كالاتي, والكلام ده عشان يبقى واضح للناس كافه, لا يجرؤ
لا يجرؤ حد انه يهدد محامي او ان يمنعه من الظهور في المحكمه او انه يفكر انه يعتدي عليه، زي ما واحد يقول للواحد في التلفزيون انت لو رحت المحكمه انا هضربك. لو رحت المحكمه تضربه؟ دي المحكمه، ده في حد بيقول كده يعني بيجيب حقوق الناس. ايوه طبعا يا فندم، دي المكان اللي بتجيب حق الناس، تقول له لو رحت هضربك؟ يعني ده لا انت بتحترم محكمه ولا بتحترم قانون ولا بتحترم تشريع. طبعا كل الاحترام لكل المحاكم وكل القضاة، لان هم دول قضاة البلد وهم دول اللي دايما بيبقوا واقفين في النص في كل شيء. الحقيقه قضاة مصر مش عشان انا محامي بس، فعلا قضاء مصر قضاء شريف جدا، والنيابه الموقره دي بجد طبعا فيها رجال الواحد بينحني اجلالا لعلمهم ولفهمهم طبعا ولعدلهم، ولكن بتجد انه في بعض الاحيان بيقف حدوده هنا لانه بيحصل ايه اللي انا قلت لحضرتك عليها، المناعه. ده بينوكيو بقى للمحاماه، زي ما قلت لحضراتكم بعض الصفات في الاول، بينوكيو بعض الصفات اللي بتبقى موجوده في بعض الاشخاص في كل المجالات. لو حضراتكم شفتوا التقرير اللي في الاول اللي هو عن بينوكيو هتعرفوا ان في حد في الرياضه وفي حد في المحاماه وفي حد في كل حته في كل المجالات. هنستريح شويه، سيب حضرتك نستريح شويه، وبعد الفاصل هنرجع نكمل لانه حوار ممتع وقانوني 100%. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. استاذ طارق، حضرتك قلت عن تهديد لاي محامي امام المحكمه. طيب هل من الممكن ان في محامي يضرب محامي جوه المحكمه؟ هي حصلت في الفترات الماضية وكذا مرة، كنا بنقول يا جماعة خلوا بالكم ان في شخصيات بتخرج عن اطار القانون وبتستخدم البلطجة والعنف. ولكن بقى انا بقول لحضرتك من دلوقتي وبعد التواصل مع شباب محامين مصر، ايوه، وشيوخ واساتذة محامين مصر، اي محامي هيدخل المحكمة هيتجاوز او هيخرج عن القانون او هيتجاوز في حق زميله سوف يحاسب. ولن يترك. ودي حصلت قبل كده زمان كتير، وكان في احد ناس بتستخدمها في ده نهجها ودستورها واسلوبها. ايوه يا فندم. فبقت تفتكرت ان هو ده الشيء خلاص اللي هيفضل يستمر، النهج اللي هيعيش بيه. لكن لما بقى في شرفاء في المهنه دي وفي ناس ما بتخافش إلا من ربنا سبحانه وتعالى أو إن هي تخالف القانون، غير كده لا. أيوة فندم. فعشان كده أنا بقول أي شخص موتور هيعتقد إن هو هيحاول إنه يعتدي على محامي في محكمة أو يهدد محامي في محكمة عشان يمنعه من ممارسة رسالته، والله لن يترك، لا من شباب محامين مصر ولا من شيوخ محامين مصر. لا يعني ولا من نفصل كلمة لن يترك ازاي؟ لن يترك يعني ساعتها حضرتك هو هيجد الحساب، وحساب شديد وعنيف، سواء من الناس اللي في النقابة أو الناس اللي بتتغير على مهنتها وما ترتضيش أبدا إنك تنال من محامي بيدافع عن الناس فترهبه إنه ما يستخدمش الحق الدستوري اللي اكتسبه من خلال الشهادة الجامعية اللي حصل عليها. أيوة. انه يدافع عن الناس. فما اعتقدش ابدا ان في الفترة الجاية حد الشخصيات اللي بتستخدم لغة التهديد دي ما اعتقدش انها هتعرف تعمل حاجة الفترة الجاية دي نهائي. خلاص انتهى الكلام ده. ولن يحدث مرة اخرى ولن يسكت بس عليه. سمعنا الكلام ده كتير. ما انا اقول لحضرتك على حاجة، احنا الدولة دي فيها كم مليون مواطن؟ 100 مليون مواطن. نعم. احنا ال 100 مليون دلوقتي بيعانوا من ايه؟ من شخص، شخص واحد. ده انا مش عايز حضرتك ترد. انا اقصد ليا مقصدي. اعتبرني بقول اي كلام، ولكن الدوله تعاني من شخص، شخص واحد شتم رياضيين وسياسيين وقضاء ونيابه ورجال اعمال. ايوه. وفنانين ولاعيبي كره واذاعيين ومحامين، لم يترك فئة من فئات الشعب إلا وتجاوز في حقها. أيوة فندم. لم يترك شخص من شخصيات الرجال، هو رجال الأعمال أو رجال الدولة أو أي مكان، لم يسلم من لسانه. وعشان كده كل مرة حضراتكم كنت تسمعوا، لكن إحنا في دولة جديدة، في دولة محترمة
دولة القائد بتاعها مؤدب والقائد بتاعها بيحترم القانون، فبناء على ده لما يجي فرد في هذه الدولة يعتقد أنه هو أكبر من الدولة، لا، هنتكاتف وهيقف الشرفاء أمامه وإحنا على يقين ثقة. شوف بقول لحضرتك ده، أنا يقين ثقة ومطلق قناعة إن كل الشرفاء هيتصدوا للموضوع ده، وإن هذا الإنسان الذي يتجاوز لن يجد مظلة، لأن إحنا دولة مؤدبة، دولة قانون، رئيسنا مؤدب، دولتنا مؤدبة، والقانون هيتنفذ يعني هيتنفذ، والدولة هتنفذ القانون يعني هتنفذ القانون، مفيش حد أكبر من القانون. ومن هنا إحنا بنقول إحنا كناس أو كمواطنين مصريين أو كأشخاص بنحمل الجنسية المصرية ونشرف بها، لا يا فندم، بنلتمس من كل من يملك إصدار قرار إنه يرفع عنا هذا البلاء، يرفع عنا هذه الإساءة وهذه البذاءات وهذا التجاوز. حضرتك زي ما قلت لك، من أساء العقاب، من آمن العقاب أساء الأدب. وعشان كده أنا بقول للحركة، أنا عندي يقين في إن الناس اللي بتقودني أنا كطارق كمواطن مصري لن تسمح بده تاني خلاص. طبعا، لأن في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة طبعا زي ما حضرتك قلت، دولة جديدة ودولة مؤدبة، راجل مؤدب حتى في عز خلافات دولتنا كلها مع أي حد لم يخرج بكلمة، ما سمعت الصوت حتى وإساءة. فما أعتقدش إن لما يبقى رئيس دولتي بهذا الكم من الأدب وهذا الكم من الرقي الأخلاقي، أيوة، ويجي واحد من رعيته يبقى قليل الأدب بالشكل ده. ولكن هل من الممكن أن يتم اتخاذ خطوات قانونية؟ والله إحنا بنناشد القيادة السياسية بتاعتنا. في مثل سيء بينحدر بالمستوى الأخلاقي في الدولة، أيوة، وبينحدر بالمستوى السلوكي في الدولة، وبيؤدي إلى حالة احتقان شديدة ما بين طوائف الشعب. من فضل حضراتكم، الناس النهاردة قاعدة بتتفرج على النموذج ده وبتقول هل هذا النموذج أعلى من القانون ولا هيطبق عليه القانون؟ تمام، عايز أخد حضرتك في جزء تاني، الرياضة. نفسك تشوف الرياضة إزاي بقى خلال الفترة اللي جاية؟ نفسي أشوف الرياضة إزاي. الرياضة طول عمرها في مصر رياضة راقية، وكل اللعيبة في أي المجالات الرياضية أصحاب وبيحبوا بعض. الجماهير، إحنا لحد فترة فاتت كانت الجماهير بتسقف لبعض في الاستاد، ما كانوش في حالة الاحتقان ده، وإنك أنت عايز ده يضرب ده وعايز ده يتخانق مع ده. أنا نفسي أشوف الجماهير زي ما شفتهم في كأس الأمم الأفريقية، كل راجل أسر رايحة، زملكاوي جنب أهلاوي جنب إسماعيلاوي جنب اتحاداوي، إحنا مصريين. إن حضرتك تخلع مني مصريتي وتضع داخلي صفة عشان أحقق ليك غرض شخصي بحت، يبقى كده الأمور. تعرف حضرتك الرياضة زمان أو التشجيع زمان، يعني 2004 مش من زمان قوي، يعني كنا دايما بنبقى سعداء، وكانت بتبقى فيها المناوشات اللطيفة دي، ده طبيعية على طبعًا. فكرة ما بين كل جماهير الأندية في العالم أكيد. كله مش في مصر بس، أكيد في العالم كله. ولكن دلوقتي الأمور زي ما حضرتك قلت أصبحت رايحة في اتجاه ليه صعب بقى؟ جد عشان المشجع بيتفرج على القدوة بتاعته وهو طالع يقول للواحد أمك، خالتك، عمتك، لكن فأنت مستنيه. لكن ده مش قدوة، مفيش قدوة بالمنظر ده. ما هو أنت اللي حطه دلوقتي كده، أنت اللي وضعه بالشكل ده. واحد عنده مكانة رياضية ولكنه مش قدوة. ما هو أنا بقول لك يا فندم، أنت النهاردة الطفل الصغير ده ما يعرفش يفرق، لا ما استطيعش التفرقة، فلما بيقى أهله يقولوا له، والده ووالدته يقولوا له، ما هو أنت ده نموذج بيطلع عليك كل يوم يصدر للولاد وللبيوت. أيوة، بذاءات. حضرتك الرياضة أخلاق، تمام، الرياضة أدب، مظبوط، الرياضة روح رياضية، مظبوط، مش إن أنا أقول لك ده مرتشي وده حرامي، دي مش رياضة. لا 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 لا، يبقى نبطل بقى الرياضة وكل واحد فينا يمسك سيف واللي زعل التاني يضربه. ما هو ده. لكن الرياضة معروف طول عمرها هي ايه، الرياضة معروف طول عمرها اهدافها ايه، الرياضة معروف هي رايحة فين. فأنا أتمنى
واتمنى وعندي ثقه اتمنى وعندي ثقه ان الدوله المصريه دوله شريفه، دوله مؤدبه. ايوه يا فندم. والمره دي احنا مش لن نصاب بخيبه امل، لان خلاص لقد بلغت القلوب الحناجر. فاتمنى ان يكون في رد، ان انت تطمني ان القانون بيطبق في البلد. بشكرك جدا يا استاذ طارق، الرساله وصلت طبعا ومشرفتني ونورتني، وان شاء الله الرياضه تبقى احسن. انا اللي اتشرفت بحضرتك جدا يا كابتن اسلام، واحب انهي الكلام مع حضرتك يقولوا دايما بسم الله الرحمن الرحيم، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. انا بشكرك جدا يا استاذ طارق، شرفتني ونورتني، ومثال رائع الحقيقه للمحامي المحترم. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذ طارق جميل سعيد. زي ما حضراتكم شفتوا، هننتقل الى فقره اخرى هنتكلم فيها في امور كثيره جدا تخص النادي الاهلي، في الانشاءات، وفي كيفيه السنتين اللي فاتوا حصل فيهم ايه علشان نصل لهذه الخطابات. اللي معانا المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان في حوار خاص جدا في الفقره القادمه.